خلينا النهاردة نتكلم في أسهل 3 طرق تقدر تعمل بيهم انترو احترافي مجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. بقالنا فترة ما عملناش أي فيديوهات عن صناعة المحتوى، فقلنا نعمل فيديو عن 3 طرق مجانية بسيطة تقدر تعمل بيها انترو احترافي. طبعا انت لو لسه بتبدأ في صناعة المحتوى، فأول مشكلتين هيقابلوك انك تلاقي ماتيريال مجانية تستخدمها، ودي اتكلمنا فيها بالتفصيل في فيديو هيسألك اقتراحه فوق هنا او هنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. الحاجة التانية انه في ناس ممكن تفكر لو مش معاها مثلا كاميرا احترافية او اضاءة او سيت اب او لوكيشن مناسب من وجهة نظرها يعني، فوقتها بتبقى عايزة انها تعوض حاجة زي كده بانها تعمل حاجة احترافية او تجيب ماتيريال احترافية او مثلا تعمل انترو تجيب لوجو كلام من ده بشكل احترافي، بحيث ان ده يعوض ده. لكن مش كل الناس تقدر تتحمل تكلفة انها تتواصل مع مصمم فريلانسر علشان يعمل لها حاجة احترافية خاصة بيها، وكمان مش كل الناس تقدر تتعامل مع البرامج الخاصة بالتصميم علشان تعمل حاجة خاصة بيها من الصفر. فخلينا بقى نتكلم في اسهل 3 طرق تقدر تعمل بيهم انترو احترافي خاص بيك بشكل بسيط ومعبر، ودي طبعا هتكون حلول مؤقتة لحين ما تحصل حاجة من الاتنين. يا اما انك تقدر تتعامل مع برنامج الافتر افكتس والبرامج الخاصة بحاجة زي كده، او انك تقدر تتواصل مع فريلانسر وتتحمل تكلفة انك تعمل حاجة احترافية خاصة بيك، خصوصا زي ما قلنا لو انت لسه بتاخد اولى الخطوات في صناعة المحتوى. فبالتالي فكرة انك تدي ميزانية او تخصص ميزانية لانك تعمل انترو او لوجو او ايا يكن حاجة زي كده ما بتكونش في الحسابات. وطبعا مش محتاجين نقول ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وتقدر تقول لي لو في اي حاجة غير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وغير اللي اتكلمنا فيها قبل كده في البلاي ليست الخاصة بصناعة المحتوى اللي هتكون موجودة على القناة تقدر تشوفها. لو في حاجة بقى غير كل دول انت حابب نتكلم فيها تقدر تقول عليها في التعليقات، اظن سهلة. اتفقنا. طبعا هو في كل الاحوال يفضل ان الانترو ما يزيدش عن 8 ثواني، بحد اقصى يكون 10 ثواني علشان بس المتفرج ما يملش وانت توصل المعنى. فيلا نبدأ في الطرق. الطريقة الاولى من خلال المواقع والتطبيقات اللي بتساعدك في انك يدوب بتحط الاسم وهو يعمل كل الشغل، وساعتها انت تدخل عليه وتختار بس القالب او الشكل الاقرب للحاجة اللي في دماغك، وبعد كده بتسيبه يعمل كل حاجة. لكن طبعا للأسف نادرا ما بيكون حاجة زي كده مجانية ومن غير علامة مائية. ولو يهمك النتيجة وممكن تفوت حتة العلامة المائية دي، ففي موقع بلايست، وده موقع حلو جدا وبيتميز بانه تقدر بكل سهولة وبساطة انك تكتب فيه اللي انت عايزه وهو يعمل المطلوب وشكرا. موقع ريندر فورست، وده فيه ميزة حلوة وعيب وحش. العيب انه يعتبر فيه اكبر لوجو ممكن تقابله او تتكعبل فيه في اي برنامج على الانترنت. اما بالنسبة للميزة فهو بصراحة تقدر تعمل منه شوية انتروهات على وضعها جدا، تقدر تعمل بيه شغل لو انت هتعمله من خلال بريمير برو او افتر افكتس هيكون متعب جدا. بس عشان ما تيأسش برضو، فانت عندك مواقع وتطبيقات مجانية، يعني عندك مثلا موقع وتطبيق كانفا وده تقدر تعمل بيه شغل عالي جدا من غير اي مشكلة. وكمان تطبيق انترو ميكر، وده كنا اتكلمنا عنه في فيديو زمان، عايز لك اقتراح الفيديو فوق هنا ونسيبه تحت في ديسكريبشن بوكس علشان تعرف باقي التفاصيل.
لكن هو بيطلع شغل فعلا عظمة، خصوصا لو انت هتحمل او هتجيب النسخة المدفوعة. اخر موقع معانا في الطريقه دي واللي يعتبر مسك الختام وهو موقع شبيه جدا بموقع كانفا، هو موقع فيديو كريد، الا ان فيه مميزات اكتر. خد عندك يا سيدي، اولا هو مجاني تماما ومن غير اي لوجو. ثانيا تقدر تضيف فيه نصوص، تقدر تضيف فيه صور، تقدر تضيف فيه فيديوهات، تقدر تضيف فيه تقريبا اي وكل حاجه انت عاوزها. ثالثا هو فيه تمبلتس كتيره جدا وكلها مجانيه ومتقسمه وفي اكتر من حاجه ومتحدثه باستمرار. رابعا في ريشيوز كتيره جدا، يعني انت لو عايز تعمل انترو لتيك توك موجود، عايز تعمل انترو مثلا مربع لانستجرام موجود، عايز تعمله لليوتيوب اللي هو 16 ل 9 موجود برده. ده غير ان دايما زي ما قلنا متحدث باستمرار وفي حاجات حلوه جدا وكاتيجوريز او تصنيفات كتير. ومش بس هو محصور على الانترو او الاوترو والكلام ده كله، هو كمان تقدر تعمل فيه تعديلات اكتر من كده بسبب المميزات دي ويمكن اكتر منها كمان وانا نسيته مثلا لان انا فعلا حبيت الموقع ده، فنقدر نقول انك بتطلع منه نتائج عظيمة جدا. الموقع ده للأسف ملوش تطبيق، وكمان يفضل انك تفتحه من خلال كمبيوتر، الا انك لو مش معاك كمبيوتر ومضطر انك تتعامل بموبايل فتقدر تفتحه وتعمل شو از ديسكتوب، فبعدها يفتح معاك عادي، ولو قلبت الموبايل مثلا او قلبت الشاشة هتقدر تستخدمه الى حد ما بشكل كويس دول بالكمبيوتر او بالموبايل عادي، يعني شغالين معاك في كل حاجة. الطريقة التانية انك بتحمل قالب او تمبلت جاهز تقريبا، مش ناقصه غير انك تدخله على برنامج الافتر افكتس اللي هو البرنامج الخاص بحاجة زي كده، بحيث انك بتعمل عليه شوية تعديلات بسيطة وبيطلع معاك بشكل احترافي اكتر من الطريقة الاولى. ولو انت بقى مش بتعرف تتعامل مع الافتر افكتس خالص زي حالاتي مثلا، او ان امكانيات الجهاز عندك ما تسمحش انك تشغل البرنامج ده، فوقتها بشوية دعبسة زيادة هتلاقي مشاريع انتروهات معمولة البريمير اوقات المصممين بيعملوها كتسهيلا يعني. وهيذلك اقتراح فيديو اتكلمنا فيه فوق هنا او هنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس اللي هو فيديو المصادر لو تفتكر اللي قلنا عليه في الاول، بحيث ان احنا اتكلمنا فيه عن موقعين تقدر تلاقي فيهم قوالب مجانية جاهزة للبريمير والافتر افكتس. وزي ما قلنا لو مش هتعرف تشتغل على الافتر افكتس ما تيأسش، دور زيادة شويتين ممكن تلاقي قوالب جاهزة للبريمير برو. والطريقة التالتة واللي بفضلها بما انك مبتدئ هي انك تعمل انترو بنفسك من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر، ودي الطريقه اللي بيتعامل بيها الناس الكبار المحترفين او اللي عندهم قنوات كبيره. وقبل ما نفكر ونقول جبت ايه جديد، ما انا لو اعرف كنت عملتها من الاول يا عم، هقول لك ان احنا نعملها بطريقه ذكيه جدا. يعني الانترو اللي ظهر في اول الحلقه لو كنت ركزت معاه واللي هعرضه عليك دلوقتي تاني، الانترو ده اكيد هيتغير في المستقبل لان انا اللي عامله وانا مش محترف اساسا، لكن عملته بنفس الطريقه دي. وعلى نفس الطريقه برضو افتكست انترو كاني جيمر مثلا زي كل الامثله اللي عمال اقول عليها من البدايه في كل الطرق اللي فاتت،
وهو الانترو ده. الموضوع بسيط سواء من الموبايل او من الكمبيوتر، ركز معايا. انت كل اللي عليك يا سيدي انك هتدخل على المواقع اللي احنا لسه قايلين عليها في الطريقه اللي فاتت وتحمل منها قوالب نصيه مجانيه، ولو اتكعبلت في طريقك في اي ترانزيشنز اللي هي انتقالات يعني هاتها معاك في السكه. وبعد كده هتدخل على مواقع تحميل فيديوهات بدون حقوق ملكيه، ودي برضو موجوده في نفس الفيديو اللي عمال اشرحه من البدايه اللي هيظهر لك فوق هنا او ظهر قبل كده وهيكون موجود تحت في الديسكريبشن بوكس. هتدخل عليه وتحمل فيديوهات بدون حقوق ملكيه قريبه من المحتوى اللي انت بتقدمه او اللي انت ناوي تقدمه. يعني لو تقنية، لو جيمينج، لو طبخ، بحد أقصى مثلا 3 فيديوهات وكل فيديو تاخد منه 3 ثواني علشان يبقى 3 في 3 ب9 اللي هو أقل من 10 ثواني زي ما قلنا في الأول. وبعد كده هتدخل على برنامج البريمير برو، تجيب الفيديوهات جنب بعض ومع شوية ترانزيشنز ومع شوية قوالب نصية تكتب عليها كلمتين معبرين سواء الاسم أو اسم القناة أو تحط اللوجو وتحط لك كام كي فريم كده لزوم الحركات، وبعد كده هتخرج الفيديو. ولو انت من الموبايل فاحنا اتكلمنا قبل كده عن تطبيقات اشبه بالبريمير برو او تطبيقات احترافية، وهيظهر لك اقتراح الفيديو فوق هنا وهنسيبه تحت برضو في الديسكريبشن بوكس، تقدر تحمل اي تطبيق منهم وبعدين تدخل على نفس المواقع وتحمل نفس الفيديوهات وتمشي على نفس الطريقة. وهناك بقى في التطبيقات دي ما تقلقش، مش محتاج تحمل ترانزيشنز، هي موجود فيها ترانزيشنز او الانتقالات والقوالب النصية زي الفل، بحيث انك سواء من الموبايل او من الكمبيوتر هتعمل انترو احترافي عبارة عن فيديوهات مع شوية قوالب نصية مع شوية ترانزيشنز وبس كده مش اكتر. وفي النهاية الانترو هيطلع معاك زي ما وضحنا ومفيش عظم اكتر من كده. طبعا كل اللينكات هتكون موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس بحيث انك تقدر تدخل عليها وتمشي على اللينكات الخاصة بكل طريقة من الطرق الثلاثة زي ما تحب. طبعا هو كان في طريقة شبيهة كده بالطريقة رقم 3 الا ان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي يعتبر تطور احترافي عنها شوية، فعلشان كده ما اتكلمتش فيها. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا زي ما اتفقنا، وتقولي في التعليقات ايه الحاجه اللي ليها علاقه بصناعه المحتوى غير اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده وغير اللي اتكلمنا فيه في البلاي ليست اللي موجوده على القناه اللي تحب نتكلم عنه. ودي كانت نهايه الحلقه، نلقاكم على خير.